حنعمل وصفة كتير لذيذة، أرز مع دجاج الروضة، ونطبخ سوا مع دجاج الروضة. في قدر بنحط كمية من المي، بنضيف البصل، ورق الغار، القرفة، الهيل، المسكة، فلفل أسود، القرنفل، وحضيف الملح، وحضيف الدجاج. هغطيها وأسيبها لغاية ما تنضج. هبتدي أسخن زيت، هضيف الكاجو، هقلب لثواني بسيطة لغاية ما يصير لونه ذهبي. وحضيف السنوبر وقلب لغاية ما يصير برضو لونه ذهبي. حضيف الدجاج المسلوق وأخليه يتحمر لثواني بسيطة. هشيل الدجاج بعد ما أخذ اللون الذهبي اللطيف، هضيف اللحم المفروم، وأقلب لغاية ما اللحم عندي ينشف. هضيف البصل، الثوم، وحقلبهم مع اللحم. هضيف الهيل، البابريكا، الكركم، الكمون، الشطة، والقرفة، الكزبرة، وحضيف الملح والفلفل، وحقلب كل هالمكونات مع بعض لتأخذ ريحة شهية. حضيف الرز وحقلبه مع خليط اللحم. حضيف مرق الدجاج وسيب الرز على نار متوسطة بيغلي لمدة 3 دقائق. هغطي الرز وأسيبه على نار هادية لحوالي ربع ساعة. الأرز أصبح عندي جاهز بهذا الشكل، طريقة كتير بسيطة وسهلة، وحنشوف طريقة التقديم. أزيد رمضانك بركة مع أطيب طبق من دجاج الروضة.